هذا البرنامج برعاية يعني خصوصا النساء العرب هواي المجتمع يسألهم يضحون بنفسهم، ضحي بنفسك مشان زوجك، ضحي بنفسك مشان أولادك، ضحي نفسك مشان عائلتك وبهالأشياء هاي، وفجأة تشوفين نفسك غير الإنسان اللي أنت. في وحدة صديقتي قالت لي من أول مجاوي أولادي ضحيت بكل حياتي مشان تربيتهم، بقيت صرت بس أم، أنا ما راحت شخصيتي، راحت أحلامي، راحت أفكاري، راحت أي شيء، كل حياتي صارت حوالين الأولاد. بس بالنهاية عرفت إنه لما انضحت صارت عندها اكتئاب، ولما تكأبت ما صارت الأم أو الزوجة الجيدة اللي هي كانت تصير بيها، واللي فرحها كانت تشتغل وكانت تعبر عن نفسها بالشغل مالتها وتقرأ وهالأشياء، بدأت تركز نفسها بالأشياء اللي فرحها، ولما صارت فرحانة صارت أم ممتازة وزوجة ممتازة. فإحنا هي قلبة الموضوع، بس التضحية اللي كلنا نتوقعها من النساء ومن الأمهات بالذات ومن الزوجات بالذات، إنه ضحي 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 ضحي، هذا ما تسبب السعادة يا ناس، تسبب بالعكس مشاكل زوجية، تسبب مشاكل عائلية. السعادة تجي لما كل إنسان عايش حقيقته، لما يكون إنسان حر إنه يعبر عن نفسه في الشغل، بالعائلة، بالملابس، بالأشياء هاي، هاي السعادة. كل ما نضطهد أكثر، كل ما تقولوا لها ممنوع وما يصير وحرام وعيب وما أدري شنو، هاي كل ما الأقنعة حوالينا تكثر 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 تكثر، إلى يوم نشوف نفسنا إحنا تغيرنا. المنطق بتاعنا لازم يكون على مبادئنا، كيف نخلي كل فرد، كل إنسان وكل إنسانة سعيدين وصريحين وعايشين حياتهم بدون كذب، لا بأفكارهم ولا بتصرفاتهم. بس إحنا نخلي التضحية كل على النساء، كل إنه المفروض تضحون تضحون تضحون، وهاي زيادة ما تشتغل، هاي السياسة هاي ما تصير. فأرجوكم قولوا لي، هل ضحيتوا بشيء وصار فيه زين؟ أو شنو تجربتكم بالتضحية؟ قولوا لي وحياتكم، بس سوي كليك.